فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: القضاة عندنا في بلدنا غير مؤتمنين، فهل يجوز للواقف أن يجعل الناظر على وقفه أحد أقاربه أو أحد ورثته لأنه لا يثق في المحاكم في بلده؟ هذا هو الأصل، أنه إنما يرجع للمحاكم عند الاختلاف، أما إذا لم يحصل اختلاف فيعمل بشرط الواقف. جعل الناظر من أولاده، من أقاربه، من على حسب شرطه ونظره له ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.